أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام إلغاء مشروع القانون الخاص بتسليم المطلوبين إلى الصين الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، معترفة بفشل إدارتها في هذه القضية. وقالت لام في مؤتمر صحفي: لا تزال هناك شكوك في نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي، لذلك أؤكد أنه لا توجد مثل هذه الخطة ومشروع القانون مات. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لام التي تعد مواريه للصين اعتمدت لهجة ناعمة مع المتظاهرين منذ اندلاع الأزمة، حتى أقرت بأن كل المحاولات التي بذلتها حكومتها لتمرير المشروع باءت بالفشل التام.